ما من شك أن الخرائط الانتخابية للولايات تلعب دوراً محورياً في أي انتخابات تقوم على أساس التمثيل السكاني النسبي كمجلس النواب، واقع جعل هذه الخرائط محط استهداف حزبي منذ فجر الدولة الأمريكية، وتحديداً مطلع القرن 19. اليوم ربما تكون الخريطة الانتخابية الحالية لفلوريدا نموذجاً على التدخل الحزبي في عملية الترسيم. الخريطة الحالية التي أعدها الجمهوريون المسيطرون على مجلسي الولاية ومنصب الحاكم فيها تعزز حظوظهم باقتناص 4 مقاعد إضافية بمجلس النواب. والخريطة الحالية لا تكتفي بمحو المقاطعة 5 في الخريطة السابقة شمال الولاية حيث معاقل الأفارقة الأمريكيين، وإنما تنسف أيضاً 3 من أصل 5 مقاطعات متأرجحة كانت مسرحاً للتنافس الانتخابي. وليس حال الترسيم تحت عهدة الديمقراطيين أفضل على ما تظهر خريطتهم الانتخابية الجديدة لإلينوي، فمقاطعاتها ترفع حصة الأغلبية الديمقراطية أصلاً عن الولاية بمقعدين مرجحين إلى 14 من أصل 17 مقعداً. واللافت محاولة تذويب الكتلة الانتخابية للجمهوريين الذين تقلص عدد مقاطعاتهم من 5 إلى 3 في الخريطة الجديدة، كما تلغي الخريطة الجديدة المقاطعة 2 في الخريطة السابقة ذات الثقل للأفارقة الأمريكيين بجنوب شيكاغو، وتدمجهم في مقاطعة زرقاء متنوعة عرقياً. بسبب الخلافات الحزبية حول الخرائط داخل المسار الانتخابي في حالة من المراوحة، سواء في الولايات المزدوجة السيطرة كويسكونسن وبنسلفانيا، وهي ولايات متأرجحة، أو ميريلاند، أو حتى الخلاف داخل الحزب الواحد كما في نيوهامشير ونيفادا. وأفضى دخول القضاء على خط التحكيم في معظم هذه الولايات أو غيرها كأوهايو ونيويورك إلى طفرة في الخرائط المرسومة قضائياً لهذا الموسم الانتخابي، أو إلى إعادة ترسيم يعزز التنافس. وقد لا تكون هذه التنافسية الانتخابية أوضح مما عليه في الترسيم القضائي لبنسلفانيا والمستندة إلى خريطة أكاديمية، كما تبرز تجربة ميشيغان إحدى الولايات المتأرجحة الحاسمة كنموذج للإصلاح الانتخابي، حيث تعزز الخريطة الجديدة للمقاطعات التي رسمتها لجنة مستقلة التنافسية، وتخلق على ما تقول المزيد من التوازن الحزبي.